دي منبه يا معلمي منبه، المقولة الأشهر اللي تعرف بيها الفنان حسن قتلة، واللي قدر من خلال تجسيده لدور صبي الحانوتي يخطف الأضواء من كل اللي حواليه في فيلم حماتي ملاك. ومش منبة يا معلمي منبة بس، لا 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 لا، ده عنده إفيه لغاية النهاردة نقوله في البيت وإحنا قاعدين مع بعض كده، لما حد يجي يسألك مالك يا ابني تجننت ولا إيه، تقوله معلش يا سيدي أصلاً عندي شعرة ساعة تروح آه وساعة تيجي. اعتمد حسن قتلة على شكله غزغز غزال علشان يضحك الجمهور، ومن أسرة فقيرة في بورسعيد اتولد الفنان حسن قتلة واتجه للقاهرة وعاش في شارع محمد علي. وبسبب ظروف المعيشة اللي على قد الحال اشتغل حسن قتلة من وهو طفل صغير في محل لبيع الآلات الموسيقية لحد ما كبر، وقدر مع الوقت والاجتهاد انه يبقى عنده محل ملكه في شارع محمد علي يبيع ويأجر الآلات الموسيقية، خصوصاً الآلات النحاسية واللي كان مشهور بيها فرقة حسب الله السابع عشر والسادس عشر والخامس عشر. حسن قتلة تعرف بخفة دمه من صغره اللي أهلته طبعاً إنه يلتحق بفرقة كبيرة جداً في هذا الوقت اسمها فرقة ساعة لقلبك الكوميدية، اللي كانت بتضم أعلام الكوميديا في عصرهم الذهبي زي يوسف عوف وفؤاد راتب الشهير طبعا بالخواجة بيجو. ومن هنا بدأ مشوار حسن قتلة الفني. الفنان حسن قتلة الشهير بغزال غازغز دي منبة يا معلمي منبة، اشتغل كتير جدا 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 في أفلام مع إسماعيل ياسين، وقدر ينور وياكل الأضواء في تقديم دوره في فيلم إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وكمان حماتي ملاك، لدرجة إن بعض النقاد في الوقت ده شافوا إنه نجمه لمع على إسماعيل ياسين. في الوقت ده اتحارب حسن قتلة بشكل كبير جدا، وبعد النجاح اللي حققه توقع حسن قتلة إنه مش هيبطل شغل سينما ومسرح وتلفزيون، لكن الحقيقة مش ده اللي حصل أبدا مع حسن قتلة. فضل حسن قتلة يستنى الأدوار، يستنى ويستنى ويستنى، مفيش أدوار بتيجي. قعد يفكر وقالك خلاص السعي حلو، ننزل نطلب من المخرجين أو المؤلفين أدوار نشتغلها. راح للمخرج ده والمخرج ده والمنتج ده والمنتج ده والمؤلف ده والمؤلف ده، وكله على نغمة واحدة، إن شاء الله إن شاء الله. واللي كان يعني يصعب عليه حسن قتلة يديله دور صغنن قد كده، هو يبص حسن قتلة في السيناريو يلاقي الدور جملة في مشهد، طب مشهد كامل، طب مشهد يا عم، طب مشهد يا سيدي، طب مشهدين يا جماعة، طب ده تلاتة، ده أنا حسن قتلة، ده أنا بمشي في الشارع الناس بتشاور عليا. أبدا ولا كأنك ولا كأنك بتقول حاجة. الفترة اللي عاشها حسن قتلة دي جت خصوصا بعد فيلم حماتي ملاك، لكن حسن قتلة ما كانش في إيده حاجة يعملها غير إنه يسكت. حسن قتلة دخل السينما عن طريق الإذاعة، أيوة عن طريق الإذاعة اللي كانت أهم وسائل الترفيه في هذا الوقت، من خلال البرنامج الشهير ساعة لقلبك اللي قدر موهبة حسن قتلة، وقدم في ساعة لقلبك حسن قتلة ثنائي كوميدي في الإذاعة اتعرف باسم حسن وحسان، لكن الثنائي ده لم يكتمل ولم يكتب له الاستمرارية. لما حسن قتلة بعد النجاح ده كله محدش بقى يناديه في أدوار، قرر حسن قتلة إنه يعتزل وفضل قاعد في البيت 8 سنين، وكان رافض يشتغل في الفن تاني أبدا، لكن اللي قدر يرجعه مرة تانية كان المخرج فطين عبد الوهاب، واشتغل تاني حسن قتلة، لكن برضو تاني قعد في البيت، فقرر الاعتزال بشكل نهائي بعد حياة فنية حافلة بالأدوار السنوية. لكن قدر حسن قتلة يسيب بصمة في أدواره بالرغم من قلة عدد مشاهده، إلا إن حضوره ولو مجرد ثواني على الشاشة كان كافي لاستحواذه على مشاعر الجمهور وضحكتهم. ومن أفلام كوميدية مع إسماعيل ياسين لمغامرات خضرة وجوز الأربعة وما كانش على البال وأسمر وجميل وفيلم أنا وهو وهي مع فؤاد المهندس، قرر حسن قتلة يترك التمثيل تماماً. وبرغم كل الأعمال البسيطة جداً
جداً قدر حسن قتلة يترك لينا بصدقه مع جمهوره بصمة وبسمة، عشان كده يستحق معانا النهاردة وبجدارة لقب أحد ظرفاء العصر.